بددت وزارة التربية أحلام طلبة إعداديات الدراسات الإسلامية بقرارها الذي اعتبره الطلاب إجحافا بمستقبلهم حين أعلنت إغلاق مدارسهم وعدم تحويلهم إلى ما يعادلها من مراحل الفروع الأخرى. صدر قرار من وزارة التربية أنه راح يلغون الدراسات الإسلامية، يعني إحنا باقي مرحلتين بالمدرسة خامس وسادس راح نتخرج وراح يغلقون مدرستنا، وأصلا ما فاتحين بالكليات فروع، يعني نخلص ونقعد بالبيت، لا كليات ولا معاهد تاخذنا، ومدارسنا يعني أصلا ما يدعمونا، ما يجون ويانا حتى نظهر بالمظاهرات ويلقون لنا حل، الإدارة ما تخلي حتى المدرسات يطلعون ويانا. إحنا سادس إعدادي بقينا بدون مدرسين، لازم يلقون لنا حل، يا إما التربية تراجع لنا مدرسينا الكادر التدريسي صف سادس إعدادي، يا إما يوزعونا على المدارس الإعدادية الأدبية، ما رد يوزعونا للأوقاف، لأن إحنا تابعين للتربية، ما تابعين لأي وقف من الأوقاف. صدحت حناجر المتظاهرين مطالبة بقبولهم بالجامعات العراقية، أسوة بباقي خريجي مراحل الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، بعد إن وجدوا أنفسهم بخيبة أمل أضاعت تعب أعوام بسهرها ومصروفاتها. احنا اليوم تظاهرنا امام التربيه وتظاهرنا ايضا امام الجامعه رئاسه الجامعه، احنا اي مكان ما ياخذنا، واحنا اعداديه دراسات الاسلاميه عايده لوزاره التربيه، زين احنا شو ذنبنا؟ احنا اسلام، الدوله مو اسلاميه، ليش ما ياخذونا يعني؟ لم تكن الدراسات الاسلاميه المتضرر الوحيد من قرارات التربيه، فقرابة 200 طالب من مختلف المراحل المسائية وجدوا أنفسهم أمام طرد من مقاعدهم الدراسية. إحنا طلاب المسائي طبعاً انفصلنا حوالي 170 طالب إلى 200 طالب بسبب الأعمار اللي متجاوزة يقول السنة القانونية فقط بالسادس الأدبي والعلمي. فالعام يعني بداية 2016 الثاني صدر قرار إنه الطلبة اللي مستمرين بالدوام ما يشملهم قرار تحديد العمر. وزارة التربية بمدرائها تبرر الموقف، لكن الطلبة ما زالوا في خيفة من الأمر. احنا اول خطوة الان استدعينا مدراء المدرسة، يعني مدير اعداديات دراسات اسلامية بنين ومديرة اعداديات دراسات اسلامية بنات لمعرفة النواقص في مسألة ملاكهم، وانا متأكد لا يوجد نقص وانما يوجد فيض في الملاك، هذا الفيض عندما اختزل يشعرون طلاب المرحلة الخامسة والسادسة في المعهدين أو في الإعداديتين يشعرون بأنه هذه الإعدادية ستغلق. أمام قرارات أبهرت السامعين وحلول ما زالت طي التجاهل، بات الطلبة في حيرة بين مستقبل حلموا به وسنوات ضاع جهدها.